عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. وصفتنا لليوم مش نعملكم ساندويتشات بالخبز هذا. دونك كنت بارتاجيت معكم الوصفة ديجا. دونك وصفة سهلة، زدتها جست البات اللي ديما نستعمل فيها كل يوم، سي جست جدتها الزعتر. دونك باش نجربها معكم. الوغ هذه الخبزة نتاعنا طابت كيف ما ديناها. باش نبداو نعمروها بالساندويتشات، نبدا بالخبزة نتاعنا الاولانية بالكل. فوالا باش نبداو، انا باش نعملها هكا ومن بعد باش نعملها في الماكينة نتاع البانيني. دونك باش نحط من جهة واحدة شوية هريسة، تبع فخوماج، حط شوية سلطة مشوية مش برشا، سلطة تكون مكحولية، نحط شوية بصل. مننساوش الاسكالوب، شوية معدنوس، فرماج شيدر، حطو البطاطا وشوية فرماج غبي. هذا هو الساندويتش نتاعنا. قالنا كان باش نحطوه في الماكينة نتاع البانيني. بسم الله، فوالا هو نكملو الساندويتش الثاني بنفس الطريقة. الوغ كانوا هذوما الساندويتشات نتاعنا كيف ما طيبتهم. فوالا كيما نشوفو هوني، فوالا هذه هي الوصفة نتاعنا نتاع اليوم. سورتو نأكد تحطو فيها الزعتر البات، تجيكم بنينة بنينة على الاخر. وكهو صحة وبشفاء وشهية طيبة للناس الكل.